قايل هنا أيضا من هجن أصحاب السمو والشيوخ على أرضية هذا الميدان هذه الانطلاقات المسائية الجميلة والإثارة مستمرة إلى خط النهاية مع شوط الختام. نتابع هنا الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول الجارية على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا المنطلقة من هجن العاصفة، يتابعها غياث الهلالي وموال من الجانب الآخر، أيضا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي والحذرة على المركز الثالث. من هجن الرئاسة يتابعها عيسى بن سعيد لخيلي وعلى المركز الرابع. المركز الرابع درب تنطلق على المركز الرابع، وهنا مراحب على المركز الخامس. من هجن العاصفة يتابعهن غياث الهلالي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. الوصول هنا بهذه الانطلاقة بشعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومرها طارش بن مبارك بالقوبع، من تنطلق بهذه التحديات الجميلة والإثارة هنا في مسيرة التحدي. الوصول من بشاير هنا أيضا القادمة، التحديات الجميلة هنا على المركز السابع. من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي في هذا الانطلاق المميز الجميل. المركز الثامن الفائزة تأتينا على المركز الثامن بهذا الانطلاق من هجن الرئاسة، يتابعها حمدان بن عوض بالكيلة العامري، وهنا أرى الوصول من مزنة القادمة سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها، وتأتي الظبي سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير، والوصول من منوة سمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم، يتابعها هنا حمد بن علي لعو ويسي في هذا الانطلاق المميز. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات والإثارة. وهناك تأتينا الجارية، لا زالت على الصدارة، الجارية على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور. من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي، ودرب من تأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات، أيضا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي الحذرة على المركز الثالث. من هجن الرئاسة عيسى بن سعيد لخيلي بمتابعتها من تأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع موال، موال على المركز الرابع. هنا من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي وعلى المركز الخامس. الشايبة تأتينا على المركز الخامس سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابعها طارش بن مبارك بالقوبع، من تأتينا على خامس المراكز. ومزنة في المركز السادس، مزنة هنا المنطلقة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها بهذا الانطلاق المميز الجميل. وسابع المراكز تأتينا مراحب، وفي المركز الثامن بشاير من هجن العاصفة يتابعهن غياث الهلالي، بينما المركز التاسع، المركز التاسع الفائزة من هجن الرئاسة حمدان بن عوض بالكيلة في تضميرها، والظبي على المركز العاشر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة هذا التحدي المميز الجميل مع شوط الختام.
نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى درب من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطرت على زمام الأمور درب. من هنا العاصفة يتابعها غياث الهلالي في هذا الانطلاق الجميل، وهنا الجارية من تنطلق على المركز الثاني في هذه التحديات الجميلة أيضا من هنا العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا الحذرة ثالثا من هجن الرئاسة مع عيسى بن سعيد الخيلي في تضميرها من داتينا على ثالث المراكز، وموال في المركز الرابع، موال على المركز الرابع. من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي على رابع المراكز في هذا الانطلاق المميز الجميل، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس مزنة تاتينا خامسا لسمو الشيخ سلطان بن زايد وسلطان آل نهيان، يتابعها أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير من تنطلق هنا على خامس المراكز. المركز السادس بشاير، بشاير من تاتينا على سادس المراكز من هجن العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي هناك بالتحديات الجميلة الشايبة لسيدي صاحب السمو محمد بن راهد بن سعيد المكتوم، منطلقة هنا على سابع المراكز بقيادة طارس بن مبارك بالقوبة. وفي المركز الثامن، المركز الثامن مراحب من هجن العاصفة، تابعها غياث الهلالي. وتاسع مراكزنا تأتينا الفائزة من هجن الرئاسة، وهنا أيضا حمدان بن عوض بالكيلة العامري في تضميرها، وعاشر المراكز الظبي، الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة المنطلقة بهذا التحدي المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة في هذه التحديات الجميلة هنا على أرضية هذا الميدان والانطلاقات المتميزة. هناك الصدارة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط درب من تنطلق على المركز الأول، الجارية وموال على ثالث المراكز في ثلاثية جميلة لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي مع زاوية الاتجاه في هذه الثلاثية المتميزة. الحذرة على المركز الرابع هنا أيضا لهجن الرئاسة، يتابعها عيسى بن سعيد لخيلي هنا بهذا الانطلاق الجميل. وصلت مزنة على خامس المراكز هنا بشعار هجن الإمارات المنطلق لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان، من يتابعها في هذا التحدي المميز الجميل هنا في مسيرة التحدي. يا سلام هذا الانطلاق الجميل، الوصول هنا من مراحب سادسا من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، 2 كيلومتر بالأداء، 2 كيلومتر بالتحديات، ثلاثية العاصفة تنطلق هناك على صدارة، تنطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ثلاثية متميزة. هناك أيضا درب والجارية وموال من هجن العاصفة يسيطرن على ثلاثية جميلة وتحدي مميز على صدارة هذا الشوط مع غياث الهلالي المركز الثاني، والحذرة على المركز الثاني من هجن الرئاسة، يتابعها عيسى بن سعيد الخيلي، هناك سجل نقطة أيضا مع شاهين في شوط الزمول المهجنات، وهنا يبحث عن نقطة أخرى بشعار هجن الرئاسة بهذا الانطلاق المميز. أرامزنا على المركز الخامس بهذا الأداء الجميل لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها
تنطلق على المركز الخامس خماسية، خماسية جميلة في هذه التحديات المتميزة والأداء الجميل. هناك الصدارة، هناك المقدمة، هناك المركز الأول وصدارة هذا الشوط وهذا الانطلاق المميز الجميل والإثارة. هنا بهذا الانطلاق الله 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 يا سلام، انطلق الدرب، انطلق الدرب بالصدارة، انطلقت بالمقدمة بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط، درب إذن على الصدارة على المركز الأول والجارية على المركز الثاني وثالث المراكز. هناك التحديات الجميلة الله الله، بدأت الإثارة ولكن الصدارة هنا والمقدمة، إذن درب على الصدارة، درب على المقدمة وعلى المركز الأول ومزنة قادمة، مزنة قادمة ولكن درب على صدارة، درب على المقدمة ومزنة، درب ومزنة ولكن درب تعلن الفوز، تعلن ختامي هذه الأمسية التراثية الجميلة كما بدأ هذا الشعار افتتاح هذه الأمسية، ها هو يختم هذه الأمسية. تهانينا للعاصفة وهجنها ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان برشيد بن سعيد، حمدان بن محمد ابراهيم بن سعيد المكتوم، والتهنئه لغياث الهلالي مزنه من اداء الثانيه سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان مع احمد بن خلفان الصايغ المزروع الجاريه. تاتينا على المركز الثالث هنا ايضا من هجن العاصفه، وفي المركز الرابع موال ايضا من هجن العاصفه، وخامس المراكز الحذره من وصلت من هجن الرئاسه هناك مع عيسى بن سعيد لقيلي، والتوقيت الزمني ولحظه وصول الله هنا درب إلى خط النهاية معلنه الفوز معلنه الناموس، قاطعتنا المسافة في 12 دقيقة 53 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا نهجنا العاصفة والتهنية هنا أيضا لغياث الهلالي. المركز الثاني 12 دقيقة 54 ثانية جزء واحد من الثانية مزنة من وصلت هنا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان بقيادة المضمر هنا أيضا أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي، بينما المركز الثالث كانت الانطلاقات والتحديات من الجارية لهجن العاصفة ب 12 دقيقة 59 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا تهانينا لغياث الهلالي وإلى ملخص هذا السباق.